نصبح عليكم من جديد، وبمشاركة 300 إعلامي عربي وخبراء أجانب صحفيين اختتم في مصر مؤتمر أريج الخامس لصحافة الاستقصاء. هذا المؤتمر اللي أدى مجموعة من التحقيقات الاستقصائية للتنافس على أفضل تحقيق، وعلى طبعا فئة الصحافة التلفزيونية فاز بالمركز الأول من مصر شخصين من أون تي في، شبكة أون تي في، وفازت الزميلة رائدة حمراء من قناة رؤيا بالجائزة الثانية في تحقيقها الاستقصائي عن تلوث البيئة في محيط سجن إرميمين. اسمحوا لي أرحب بطبعا الفائزة في المركز الثاني. بدي أرحب فيك رائدة حمراء، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك رنا، أهلا وسهلا وألف مبروك. تمام، كيف ألف مبروك. الله يبارك فيك. الفوز. وست رنا صباغ المدير التنفيذي لشبكة أريج للصحافة الاستقصائية، أهلا وسهلا فيك ست رنا، وبرضو مبروك لكم. أهلا وسهلا. إذن رائدة، حابة أسمع منك تقييمك عن هذا الفوز، مع أنه هذا الفوز مش الفوز الأول، يعني سبق لإلك أنك فزتي بالجائزة الأولى مش الجائزة الثانية في السنة الماضية في الهاشمي. حكينا هلأ عن تقييمك، وهل أنت راضية عن ما حققتي بالفوز بهاي الجائزة؟ نعم، لا شك بالتأكيد بأنه أول شيء بحب أبارك لقناة رؤيا بأنها فازت بهذا المركز، وقبل هيك كنا في المركز الأول، ما بين الأول والثاني ما بيفرق كتير، لأنه إحنا دايما مش مستنى جوائز علشان ننتج تحقيقات استقصائية. هو بالأول بالأخير أهمية هذا الموضوع كيف القناة قدرت تتناوله وأثر فعليا على الناس، وكمان السلطات يعني الأردنية والمعنيين أخذوا في بهذا التحقيق بعين الاعتبار، حتى لو ما كان في تحركات فاعلة تجاه هذا الموضوع، إلا أنه فعلا أنه لو بهنالك علامة فارقة لو بين بهذا التحقيق أنه بيفرق كتير عن أي تقرير أو أي وثائقي، هو بيكشف عن كثير من المخالفات البيئية الموجودة في منطقة إرميمين، فإنه التأثير الرأي العام على بهذا التحقيق طبعا، وشعور الناس بأنه الإعلام معاهم قادر يوصل صوتهم، هذا أهم بكتير من أي جائزة أخرى. لكن حصولنا كمان على المركز الثاني أكيد بضيف لنا، قلت أنا ما بين الأول والثاني مش هالفرق الكتير، وهذا الشيء بيخلي عنا هيك تعزيز أكتر ودافع لحتى دائما نكون بالصدارة بغض النظر وين حققنا. كتير حلو ست رنا، يعني تحكي لنا عن إذا يعني تحكي لنا شوي عن المعايير اللي بتأخذ في عين الاعتبار من قبل لجنة التحكيم لهاي الجائزة، اشرحي لنا شوي عن بعض هاي المعايير. هن 8 معايير. أهم إشي أول شيء طريقة العمل، كيف تم التوثيق، كيف توثقت المعلومات، درجة المخاطرة، تسلسل المعلومات، الدقة، الوضوح، والتشويق في الطرح، وتأثيره على المجتمع، والتغيير اللي ممكن يحدثه أو أحدثه. حلو. فهي 8 معايير لجنتنا برئاسة الأستاذ يسري فودة اللي هو نائب رئيس مجلس الإدارة، وبنفس الوقت يعتبر من أهم الصحفيين الاستقصائيين في مجال التلفزيون في العالم العربي، لكن السنة هو قرر أنه ينسحب من رئاسة اللجنة لأنه كان في عدد من الأعمال المشاركة ضمن الوحدة الاستقصائية اللي هو بيشرف عليها بتلفزيون أون تي في، فضماناً لعدم الانحياز وعدم تشكيك قرر أنه هو ينسحب من كل أعمال التقييم. فكان معنا نادية السقاف، رئيس التحرير اليمن تايمز من اليمن، دكتورة حميدة البور من معهد الإعلام والصحافة في تونس، الأستاذ هشام قاسم مؤسس صحيفة المصري اليوم وهو ناشر مستقل، وكان معنا وليد بطراوي صحفي كتير مهم من البي بي سي وهو فلسطيني. فيعني منراعي إحنا معايير التكامل والتمثيل البلدان، لأنه أنت بتعرفي شبكة أريج بتشتغل بتسع دول عربية، فبهمنا تكون الدول كمان ممثلة، لأنه بهمنا المقيمين يكونوا كمان عارفين أهمية هذا الموضوع بمجتمعاتهم. طب سترين أعطينا فكرة عن شبكة أريج للتحقيقات الاستقصائية، يمكن مش الكل بيعرف دورها في يعني تنشيط الإعلام الأردني تحديدا، فأعطينا فكرة عن دور هاي الشبكة. شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية تأسست بال 2006، بيدعمها البرلمان الدنماركي، حاليا منظمة سيدا الوكالة الدولية للتعاون السويدية، منظمة OSF Open Society Foundation،
وعدد ثاني من الداعمين المحليين مثل البنك الأردني الكويتي وشركة أرامكس. هدف الشبكة هاي إنه إحنا ننشر الصحافة الاستقصائية داخل غرف التحرير، بين أفراد، بين مجموعات، وكمان في الجامعات، لأنه 99% من الجامعات العربية اللي بتدرس مقرر الصحافة والاتصال ما بيدرسوا الصحافة الاستقصائية لأسباب سياسية ومجتمعية، كلها بتكشف حقائق معينة أكثر من هيك فالشبكة عم تعمل جهد كتير مهم، مش لأني أنا مديرتها، بس صار في عنا تقريبا نواة حركة بتسع دول عربية، عنا عدد لا بأس به من الصحفيين الشباب مثل رائدة اللي هني عن جد النموذج الجديد للصحافة المسؤولة والمحترفة والجادة. هلأ عم نشتغل كتير على تأسيس وحدات داخل مؤسسات قائمة، لأنه لازم رئيس التحرير أو الناشر يقدر أهمية هاي الصحافة في أنها رح تدر له دخل كبير، لأنه رح تعزز من مصداقيته ورح تعطيه برودكت أو منتوج رح يميزه عن بقية إحنا رح نحكي عن المصداقية وممكن النتائج من وراء التحقيقات الاستقصائية سترانا، لكن بدي أرجع لرائدة. ورائدة يعني يمكن عمرك الإعلامي قصير مقارنة بما جستي، ويعني من عمل فعلا كنا بنفتخر فيه. اولنا بقناه رؤيا يعني، واداره قناه رؤيا اكيد بتفتخر بوجودك معنا في هاي القناه. احكي لنا شوي عن اختيارك للموضوع، موضوع إرمامين، كيف فكرتي بهذا الموضوع وعلى اي اساس تابعتي هاي القضيه وحاولتي تتاكدي من مصداقيتك في هذا التحقيق؟ نعم، بالنسبه لموضوع إرمامين عادي كأي صحفي دائما بتلقى العديد من الشكاوى حول منطقة معينة أو تقصير جهات معنية في موضوع بيئي أو موضوع خدماتي. في مثل هذا الوقت تلقيت العديد من التلفونات حول منطقة إرمامين تحديدا، بأنه تعالوا شوفوا سجن إرمامين قاعد عم بيلقي مياهه العادمة والمجاري نحو محاصيل زراعية، أولادنا بيأكلوا منها. في كمان عندنا ثلاث عيون مياه، هذه العيون إحنا بالأردن ثالث أفقر دولة في العالم، فلما كمان بنشوف بأنه مواردنا الطبيعية قاعدة عم تتضرر، هنا لابد من وجود يعني تحقيق استقصائي يبين مدى الضرر اللي قاعدة عم تتعرض لهذه الصور من التقرير. إذا في مجال علي مخرجنا نحط شوية صور عن التقرير، تفضل استرايدا. فكانت القصة بأنه لما رحنا كقناة رؤية أكثر من مرة حاولنا نشوف هذا الإشي مزبوط ولا لا، فشفنا فعلا في هنالك تسيب في الأداء الحكومي تجاه هذه المنطقة، وزي ما احنا شايفين بأنه هنا هذه المزارع كلها تروى من مياه عادمة. طبعا هنا تقريبا هاي المنطقة فيها 70,000 نسمة سكان فيها، وأيضا يعني منطقة جدا جدا جميلة ومنطقة سياحية أصلا بالدرجة الأولى، فتخيل إقامة سجن وهذا السجن بتصرف بشكل غير منطقي وشكل غير مسؤول في تسريب المياه، مياه السجن بالضبط، وهذه كلها مياه عادمة. كان لابد من وجود تحقيق استقصائي، وزي ما أنت شايفة أنه السجن موجود على تلة وتحتي كليات هذه الأراضي موجودة. كان في عنا كتير صعوبات بأنه هاي المنطقة عسكرية ما بنقدر نصور فيها، لكن على مدار 7 أشهر من إنجاز التحقيق حاولنا قد ما بنقدر إحنا وكادر القناة، يعطيهم ألف عافية. أنا لما بقول كادر القناة هو عمل جماعي واضح يعني. أكيد أكيد، هلأ بجزء أنا اللي ببين فيه، بس في معي أنه اسم الله شباب كلهم إرادي وتحدي، كالمصور فادي الرمحي وأيضا المونتير خضر أبو علي، وكمان كل قسم الحركة عنا، فكلياتهم كل واحد بدعم بطريقته. قديش أخذ معك وقت تحضير هالتقرير؟ 7 أشهر تقريبا، 7 أشهر في مواسم مختلفة، فيك تشوف الناس لابسة مرة صيفي مرة شتوي مرة خريفي. فكان إنه الهدف من التحقيق زي ما قالت سترانا إنه الدقة والموضوعية تماما، نقيس قديش الضرر البيئي الموجود في كل موسم موجودة في هذه المنطقة. وزي ما انت شايف هون عنا تربة كليات هذه الأملاح الموجودة فيها السامة، هون طريقة أخذ العينات يعني كثير حلو، يعني مجهود واضح يعني بالفعل، يعني بيشكروا كل اللي ساعدوك واللي قاموا على تحقيق مثل هذا التحقيق، تحقيق مثل هذا التحقيق حلو عجبني. نعم. لكن بالفعل يعني شيء بنفتخر فيه. بدي ارجع لك سترنا وحب اعرف منك انه التحقيقات الاستقصائيه هل بالفعل بتساعد على تحقيق المصداقيه في الاعلام؟ شوفي، الصحافه الاستقصائيه هي اهم نوع وانبل نوع من انواع الصحافة لسبب واحد، انه انت بتفترضي
في مشكلة بتحاولي أنك تبحثي عن حل لها، وبيكون فيها فعل واضح وفاعل واضح ومفعول به واضح. يعني في ضحية، في فاعل، في فعل. في الغالب إحنا منشجع الصحفيين إنهم مثلا ياخذوا القانون، مثلا قانون حماية البيئة من التلوث، في قانون بيقول إنه الجهة الفلانية مسؤولة، نوعية المياه الأدى مللتر لازم يكون فيها أملاح معدنية. فأنت بتاخدي القانون شو بيحكي وبتشوفي على أرض الواقع إيش عم بيصير. فالفرق بين النظري والفعلي هي القصة، لأنه بالنتيجة في ناس عم تتضرر، في ناس عم تشرب المي، في ناس عم تأكل المحصولات مثل تحقيق رائدة. فما فيش مجال حدا يقول كذابين، لأنه في الغالب التحقيق الريبورتاج العادي بيكون قائم على مقابلات مع شخص وشخص آخر، رأي ورأي آخر، ويترك للمشاهد الحكم. في الصحافة الاستقصائية ما فيش يعني أبيض أو أسود. فعشان هيك هذا النوع من العمل الصحفي جدا مهم، بس مش كل واحد بيقدر يعمله. في كل العالم 2% يمكن من كل الصحفيين هن اللي بيشتغلوا في مجال الاستقصاء. ليش؟ لأنه أول إشي بده يكون عندهم هالقد حس مرهف، عندهم مسؤولية اجتماعية يعني رهيبة، وفي عندهم غضب داخلي انه ليش هالاشي عم تضلها، ليش لازم اهل الرميمين يشربوا مي ملوثة وياكلوا خضرة ملوثة؟ طب اذا هني عم ياكلوا الخضرة وانا عم باكل الخضرة، اولادي عم ياكلوا الخضرة، في مشكلة. فهذا الزعل والغضب الداخلي هو اللي بيخليها تشتغل او بيخلي الصحفي يشتغل. لكن طريقه العمل طريقه موضوعيه جدا جدا، لانه اذا بيخطئ الصحفي باي خطا صح يعني بجيب اخرته بايده. بالضبط، هون التركيز على المصداقيه، ويمكن بالزبط. من خلال التحقيق اللي شفناه، وبصراحه انا شفته بالفعل يعني شيء مميز، كونك اخذتي اكثر من راي في هذا التحقيق. يعني انت ما يعني وقفتي عند راي معين، بالعكس لجأتي لاكثر من جهه سواء كانت حكوميه وغير حكوميه حتى تاخذ رأيهم في الموضوع. يعني كنت بالفعل في قمة المصداقية في طرحك لهذا الموضوع. بدي أعرف منك كمان رائدة، كيف قدرتي بالفعل يعني توصلي لمرحلة إنه ما تزعلي أطراف تانية منك؟ مثلا الشخص المتضمن هاي المزرعة يمكن هو متضرر من وراء هذا الموضوع، الأشخاص القائمين على السجن ممكن يكون لهم سبب يعني وتضرر من وراء هذا التقرير. فحكينا كيف ممكن تخرجي من هذا الموضوع. يعني هل بهمك بالفعل إنه تطلعي من فكرة إنه أنت ممكن تكوني سببتي مشاكل لهاي الجهة؟ نعم، لما بنبدأ نشتغل لتحقيق استقصائي ما بفرق معانا إذا كان المتسبب يعني في إحداث هذه المشكلة البيئية بده يزعل ولا بده يرضى. حد بالأول بالأخير مشكلته هو، وإذا هو ما بده يزعل حدا منه يشتغل صح. هذه فلما بنبدأ نشتغل في هذا تحديدا بنكون مركزين على المهنية والمصداقية والموضوعية يلي قالت عنه سترنا، ما بتزعل حدا أبدا. وكلياتهم راجعونا تاني مرة بعد ما عرض التحقيق، وفي ناس رفضت يعني تحكي معنا بالبداية، وكنا بنترجى فيها لمدة 7 أشهر ويلا احكوا عندكم فرصتكم، لكن هم أبدا يعني ما في استجابة يعني لإلنا. بعتنا كتير فاكسات وبعتنا كتير وحكينا معهم تلفونات، وأكثر من جهة تتواصلت لحتى يحكوا معنا بالوقت يلي بدنا نترجى فيهم بلاش. يعني بلاش يحكوا. فلما عرض التحقيق انه زعلوا ليش ما حكيتوا لنا، طب ما احنا لنا 7 أشهر قاعدين عم نحكي لكم. فالحقيقه يعني انه احنا قلنا قبل شوي 70,000 نسمه موجوده في هذا المكان، ارضيهم احسن من انه ارضي مسؤول واحد او اثنين. وبتحسي انه بالفعل مثل هاي التحقيقات بتساهم بانها تعمل تاثير ايجابي على المسؤولين وسرعه في اتخاذ القرارات والاجراءات فورا؟ هو المفترض فيها تكون هيك فعليا، لكن احيانا بيكون في تلكؤ من قبل الجهات الحكوميه. يعني مثلا سجن رميمين والقائمين على سجن رميمين بعد ما عرض التحقيق شكلوا لجنه نيابيه في مجلس النواب، ورحنا حضرناها ووعدونا بانه يقدموا لنا تراخيص لنفوت على السجن ونشوف من جوا، لانه هذا كله عباره عن تصوير طبعا. من برا. وقدرتوا تدخلوا؟ حتى الان يعني كمان لساتنا بنقول لهم عبر قناه رؤيه انه احنا قاعدين عم نستناهم. لكن نرجع نحكي ثاني مره، اذا هم ما قدموا لنا هذا التصريح رح ننزل ثاني مره، معطيناهم احنا لبدايه هذه السنه. ما قدموا لنا، احنا رح ننزل ثاني مره في طريقتنا ورح نشوف قديش هم عملوا تحسينات. كتير. وحتى لو زعلوا لو رضيوا احنا اللي علينا بنعمله بالاول بالاخير. المهم انه يتم في متابعه من قبلكم. أكيد. مش بس طرح الموضوع، كمان في متابعه وتاكيد على هاي النقاط. هي كتغطيه اعلاميه هذه نوع من المتابعه. بالزبط. لكن بالاول بالاخير انا صحفيه وهذه شبكه صحفيه وقناه رؤيه كمان مؤسسه اعلاميه، فما بنقدر نصنع يعني قرار ونجبر الكل على اتخاذه. احنا بنعرض قاعدين وبنتابع، لكن بتضل القضيه بيناتهم، هم لازم يتصرفوا.
ست رنا، يعني شبكة أريج للصحافة الاستقصائية برأيك مشاركتها في مثل هيك مؤتمرات اللي كان مؤخرا في مصر، 300 شخص إعلامي وخبير في مجال الإعلام كانوا مشاركين، والشبكة هي كانت طبعا مؤسسة لمثل هيك مؤتمر، برأيك مثل هيك مؤتمرات شو بتضيف للشبكة، شو بتضيف لحتى المراسلين المختصين في التحقيقات الاستقصائية؟ أنا جايبة معي على استوديو دليل، هذا الدليل تبعنا اسمه على درب الحقيقة، هو بيحتوي على منهجية متكاملة. هذا الدليل احنا منعلمه او مندرسه للصحفيين اللي بيشتغلوا معنا اللي حابين يطرحوا فكرة، يعني مثل رائدة هي اجت لعنا مش احنا لحقناها، قالت انا بدي اعمل التحقيق الفلاني عن منطقة الهاشمية، علمناها التكنيك والاستراتيجية. هذا الكتيب كمان يعني حافظه المشرف عليها، لأنه كل صحفي منعين له مشرف ليساعده أثناء العمل ويعلمه الأدوات بالملازمة. وبعدين في كمان أنا بقيم التحقيقات بناء على هذا الدليل، وفي المدربين تبعونا بيشتغلوا بناء على هذا الدليل. فهذا أول دليل في العالم العربي اللي يعتبر زي لغة واحدة، وهلأ كمان بدأ يدرس في كليات الإعلام بدورات، يعني بيعطوا صاروا 3 ساعات معتمدة للصحافة الاستقصائية. فكل سنة عم ننشر كمان أفضل التحقيقات اللي بتنشئها الشبكة مشان يصير في نوع من الأدب المرافق لهذا الإشي. هلأ بالنسبة لنا الصحافة الاستقصائية بصراحة هي صحافة التميز والمساءلة. المؤتمرات اللي عم نعملها كل سنة هي المؤتمرات اللي بتساعد الأريجيين انهم يشبكوا بين بعض، لانه احنا اسم الله يعني أريج في 9 دول عربية، في كل دولة تقريبا في 30 صحفي دربوا معنا، فهدول كل سنة بيجوا بتشبكوا مع بعض. ممكن هلأ مثلا يطرحوا أفكار، قصة بتبلش في تونس بتنتهي بلبنان بتمر بالأردن، فممكن هلأ كمان يصير في يعني نواة العمل العربي مشترك. حلو حلو. الأهم من هيك كمان إحنا منجيب خبراء من العالم، أهم الاستقصائيين في العالم بيجوا كمان بيساعدوا الصحفيين العرب مشان يفرجيهم هن كيف أنجز التحقيق، شو الأدوات اللي استخدمها، هل اضطر يصور بالكاميرا الخفية، شو معايير التصوير بالكاميرا الخفية، لأنه في جوانب أخلاقية كتيرة طبيعي. ففي نوع من الجدل، يمكن شفت المشهد اللي شفناه في الكاميرا الخفية بالفعل، يمكن في أشخاص كتير ممكن يتأثروا من وراء الكاميرا الخفية، فبالفعل احنا بنقول دائما الكاميرا الخفية هي تستخدم في إذا كل الطرق الأخرى كانت مستحيلة، وإحنا بحاجة إلى توثيق مشان نقدر نواجه المتسبب. هلأ طبعا إحنا ما منشجع أبدا تصوير كاميرا خفية في حياة شخص ما، لأنه الشخص ما هو حر يعمل اللي بده إياه بحياته، لكن إذا هذا الشخص عنده منصب عام أو عنده منصب وعم بيأذي الناس يعني عن قصد أو عن غير قصد، أنا ما بقول دائما أنه المتسبب هو إنسان سيء أو شيطان أو شرير، مرات بيكون تلبيس طوائي، مرات بتكون قلة موارد، مرات بتكون أمور طارئة، مثلا فاجأت الميزانية واضطر هو أنه يعمل إعادة تقييم لبنود الصرف، فبن بتأثر على حساب واحد تاني، لكن الصحافة الاستقصائية بالأخير هي اللي بتجيب الصالح وهي اللي بتجيب الصح. طيب ست رنا، بس حابة أعرف منك في مواصفات معينة للأشخاص اللي بيحبوا يعملوا تحقيقات استقصائية؟ يعني إحنا معروفة إنه يمكن الإعلاميين هم الأكثر شيء مؤهلين حتى يعملوا مثل هاي التحقيقات، لكن في مواصفات خاصة في الإعلامي لازم تتوفر فيه حتى يقدر يكون ناجح في التحقيق الاستقصائي؟ أول شيء بده يكون صبور، صبور يعني تمساح، بدنا نقول جلده زي جلد التمساح، لأنه خلال العمل كتير في ناس رح تجرب تحبطه. مثلا بموضوع رؤية ورائدة، بتذكر واجهتنا مشكلة كبيرة مع الجمعية العلمية الملكية اللي أخذ عينات المياه، ترددوا كتير مرات وما حبوا يكونوا طرف، مع أنه إحنا ما بنطلب من حدا يكون طرف، إحنا بنطلب منهم بس يحللوا المياه حسب المواصفات اللي هن بيستخدموها اللي إحنا بنفترض أنها يعني مواصفات علمية. وفعلا إذا في إشي عم بدور المجتمع لازم إحنا نحكي معه، لازم إحنا نتضافر معهم، مش نحاول نخبي على الأمور. فأحيانا كتير الصحفي الاستقصائي بيواجه من أول يوم عراقيل ناس ما بدها تساعده، كل واحد بده يكشف على الوسخ اللي عنده، بده يخبي الوسخ اللي عنده. فيش عنا كمان ثقافة مجتمعية بتحب المساءلة، إحنا ناس خلص كل شيء بيجي في سبب، مش كل شيء قابلينه يلا إن شاء الله كل شيء بيمشي. فلا المجتمع بيساعد، المجتمع مرات كتير ما بيحب يعرف المشاكل اللي 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 عايش فيها، لأنه هو عارف عنها بس يعتبر إنه هذا إذا الواحد كتب عنها يعني كأنه عم بيدين المجتمع أو عم بيقلل الأدب. ففي عنا مشكلة حصول على المعلومات، فش يعني حتى بالأردن إحنا أول دولة كان عندها قانون حق الحصول على المعلومات، لكن من الناحية النظرية
القانون كتير معقد وصعب، والصحفيين كمان يعني كسولين ما عم بيستخدموا هذا القانون ولا عم بيجربوا يتحدوا اللي 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 بيمنع الحصول على المعلومات. ففي عدة عوامل، في تقصير من قبل بعض الصحفيين. في الشغلة الثانية المهمة عند الاستقصائيين، دائما لازم يتعجب، يكون عنده فضول عالي، ايش المشكلة، ايش حجم المشكلة، قديش عم يتأثر الناس، طب اذا المشكلة هي ضلت ماشية ايش رح يصير. يعني دائما لازم يبحث يمكن بحجم سترانا الظاهرة. هو الخوف اكثر من انه يحاول انه يفضح بعض الامور اللي ممكن بعض الاشخاص مش حابين انه تكون واضحة للعيان او تكون يتم نبشها. ف يعني انا بتخيل انه موضوع الخوف هو اساسي بالنسبة للصحفيين، فلازم يكون الشخص الصحفي اللي عنده قدرة على التحقيق الاستقصائي أنه يكون جريء بالبداية، يمكن هاي الصفة الأساسية فيه، وأنه ما يهمه شيء. زي رائدة، ورائدة أنا بدي أحييك مرة تانية وأرجع على موضوع الجائزة. الجائزة يمكن كان في تحدي كبير وتنافس كبير بينك وبين مجموعة حتى تقدر تحصلي على المرتبة الثانية. طبعا تفوقتي على الكثيرين، وكان يعني تحصيلك لهي الجائزة بيعني الكثير، يعني كونه في فئات معينة، فئة بتخص الصحافة المكتوبة والصحافة التلفزيونية والصحافة الإذاعية، فأنت تميزتي بفئة الصحافة التلفزيونية بهذا التحقيق. كيف شعرتي لما حسيتي حالك أنت من ضمن مجموعة، سواء يعني معروف اللبنانيين شاطرين في هيك أمور، المصريين كمان شاطرين في هيك، وأنت قدرتي تكوني مميزة من بين هالمجموعة هاي، فكيف شو شعورك لما بتحسي حالك أنك حصلتي هاي الجائزة؟ اولا دائما بقول انه اول شيء ما كنت متوقعه، لانه يعني انه حجم التنافس كان عالي جدا، لكن بفضل الله يعني انه فزنا. غير هيك حقيقه كثير كثير كنت سعيده انه لما نادوا رائده من الاردن، فحسيت فعلا انه بمثل بلدي ومسؤوله فعلا عن وطن، وانا جايبه مثله برا. فلما قالوا عن الاردن كثير كنت سعيده. وبعد ذلك بعد ما تلقيت الدرع وجهت شكر للمدربين، وجهت ايضا شكر لمؤسسه اريج وقناه رؤيا، وقدمتها يعني على الهواء رائده لبلدي الجائزه. نعم. فكان جدا كنت جدا جدا سعيده، حتى الطاوله اللي كنا قاعدين فيها فقط يعني زملائنا الاردنيين فكانوا جدا سعيدين. ف يعني محرز هالوطن يعني نشتغله وهيك ونعطيه قد ما يمكن. هذا الشيء بيعطيكي دافع لانك يمكن حكيتي لي احنا تحت الهواء انه في عندك فكره معينه لتحقيق جديد استقصائي راح يكون بالحلقات الجايه راح نحكي فيه اكثر. هو تحقيق استقصائي ولا تقرير حيكون؟ لا، هو لانه قلت لك عنه راح يكون تقرير بس بالعادي لما بيكون في عندي تحقيق ما بحكي عنه، بس بتشوفوا نتائجه بتشوفوه على الهواء. احنا طبعا راح نستنى التقرير اللي حيكون اعتقد عن المعاقين، لكن في الحلقات الجاية إن شاء الله، وسواء تقارير أو تحقيق استقصائية كلها بالنهاية إلها رسالة معينة، وأنت بتتميزي في تقديمك لهاي التقارير. بدي أرجع لك ست رنا، يعني قناة رؤية وشبكة أريج لاستثمار طاقات طبعا الشبابية راح تستثمر هاي الطاقات الشبابية من ناحية الشباب الإعلاميين في مجال التعاون ما بينها وبين رؤية، كيف حيتم؟ هلأ زي ما قلت لك احنا كشبكة مندعم الافراد المستقلين، مندعم وحدات، ومندعم الجامعات. فاحنا هلأ مع تلفزيون رؤية تقريبا صرنا سنة عنا شراكة، لكنها مرات يعني كانت بتطلع بتنزل حسب حماس الشباب. اللي بدي احكي انه خلال هذه السنة الوحيد اللي رفع الوحدة هاي على كتافه كانت رائدة، لأنه فعلا 7 أشهر في التحقيق الأول، 6 أشهر في التحقيق الثاني، بالإضافة لعملها اليومي متابعتها. هلأ إحنا اتفقنا مع الإدارة أنه رائدة إن شاء الله رح تصير رئيسة قسم الوحدة الاستقصائية عندكم، لأنه صارت مشتغلة معنا 3 مرات فعندها تقريبا الأساسيات، وإحنا بندعمها بتدريب مهني لأي حدا بيحتاجه. هي مكافأة من قبلكم بالضبط. بس هي يعني طبعاً. هي القدعة اللي جابت الإشي لحالها، لو ما اشتغلت وثابرت كان ما بتكون هون. فهذه كمان رسالة إنه ما في واحد بيوصل لأنه بس ابن فلان أو لأنه قاعد، اللي بده يوصل عن جد لازم يشتغل ويتميز، فرائدة من هذا النوع. الشغلة الأهم من هيك، إحنا هلأ بالتعاون مع التلفزيون رحنا عند كليات الإعلام في الأردن
وتقريبا قابلنا 10 شباب وصبايا اللي حابين كمان يكونوا هن البراعم في هاي الوحدة ويساعدوا الصحفيين اللي عندهم خبرة أكتر، عشان الصحفيين اللي عندهم خبرة أكتر كمان بيغطوا الأخبار اليومية. فعشان ما يتأخر الموضوع ممكن يصير في شركات، وإحنا عن طريق التدريب ممكن رؤية بالمستقبل تشغل هدول الشباب معها، لأن عارفة أنه هن أتليست عندهم الحد الأدنى من المعايير الاحترافية. فهذا إشي كتير كتير مهم. لكن أنا برجع بقول بالأخير الصحفي مهمته مش يزعل المسؤول ولا يرضي المسؤول، ولا يزعل الشارع ولا يرضي الشارع. الصحفي للأسف مهنته بالعالم العربي كتير ملوثة، لكن الصحفي حول العالم مهمته يسائل ويراقب، مهمته يكون العين والنبض ويكون العلاقة بين الشارع وبين الحاكم. الصحفي مهمته كل واحد بيدفع ضريبة عنده الحق يسأل أي واحد في مركز السلطة إيش عم تعمل بالمصاري وليش ما أعطيتني اللي أنت وعدتني فيه. فإحنا هذا دورنا، اللي بيزعل بيزعل، اللي بيرضى بيرضى، بالأخير المسؤول بيطلع بروح. إحنا منضلنا صحفيين، إحنا ما منروح، إحنا ثابتين. أنتوا كلمة الشعب، يعني أنا برأيي بالفعل يمكن مثل هيك الإعلام هو دوره أن ينقل صورة معاناة الشعب، يعني كمان مثل المشاكل هاي اللي بمر فيها شعبنا الأردني، يمكن مهم جدا تسليط الضوء عليها وعدم غفلها، لأنه مجرد ما أنك أنت تحطي راسك بتراب زي النعامة هذا شيء يعني بدمر الشعب نفسه. فإحنا بنتمنى بالنهاية أكيد كل توفيق لكم، كل شكر لك رائدة، وألف ألف مبروك على الجائزة، وبتستاهلي منها لأعلى إن شاء الله، تستاهلي أكثر من هيك. كل الشكر لك رائدة، وكل شكر لك سترنا، أهلا وسهلا فيكم دائما معنا. شكرا.